شكرا جزيلا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا تنتهي احداث الكوارتر الاول والثاني بنتيجه 31-27 في لقاء غلب عليه الشد العصبي يمكن شويه الفرقتين في كتير ميس باص، وده اللي هنتكلم فيه مع ضيوفنا. كابتن اسلام علي برحب بيك للمره الثانيه يا كابتن، منورنا. كابتن علي برحب بيك، كابتن علي محمود برحب بيك في الاستوديو. خلينا سريعا نشوف الناحيه الفنيه، يمكن المباراه انا حاسس انها مشدوده قوي يا كابتن. طبعا الفرقتين فعلا مشدودين جدا. حصل شويه من التوقعات بتاعنا في بدايه الستارتنج فايف، يمكن وفقنا في الجزيره ما وفقناش في الاهلي. كابتن علي هاشم كابتن علي بدا بدايه مختلفه طبعا، مش بالفوتبول. النتيجه اللي بقى اكيد هو ليه وجهه نظر بالظبط كده ورؤيه معينه في الناس. زي ما قلنا ان فرقه الجزيره بتلعب ديفنس مش معروف شويه، ماتش صحيح ما كناش عارفين شويه. وبعدين قلت لي حتى واحنا بنتفرج على المباراه، بص يا كابتن مش باين، مش معروف في زون ولا مان فعلا، مش باين. فرقه الاهلي شويه ضغطت شويه رجعت زون. بالنسبه لي مايا حلوه تعتبر اربعايه بلاي ميكر هايل تاني في الملعب بالظبط، تاخد الكره بتشوف الناس كبيره جدا، تشوف الناس كويس جدا جدا جدا. الناحيه الثانيه عندنا زينه البرقي، كنا قلنا ان هي بتتميز بثري بوينتس، نزلت شاطت برده ما شاء الله كانت كويسه جدا. عندنا ريم موسى وشازا زي ما قلنا ماشيين الملعب كويس جدا هما الاثنين مع بعض. ريم موسى هايل بتنقل الملعب هايل كويس صحيح. جدا جدا هما يمكن مش موفقين شويه صحيح. بس هما وصلوا للباسكت بصراحه. نفس الكلام عاملين نسبه ريباوند كبيره قوي ما كنتش متوقعاها صحيح ان هم صحيح. طب كابتن اسلام يمكن 31 نقطه حطها النادي الاهلي، 18 نقطه حطاهم كايلا، ده غريبه يعني. يمكن احنا عندنا مفاتيح كتير لغايه دلوقتي لسه ما لعبتش. هو هي ان كايلا تجيب 18 من 31 ده متوقع، انما الاجمالي 31 ده الغير متوقع. حلو، ملاحظه كويسه. ان ان يعني هي بتجيب 52 لا يعني ان يعني 18 من 31 يعني هي اكتر من نص وده متوقع. انما الاجمالي 31 ده معدل تهديفي قليل. تفسر ده بايه يا كابتن؟ اللي انا قلته لك بقى في بدايه الجيم، التوقعات اللي احنا بنتكلم فيها، اولا رهبه الفاينل، ثانيا ان ما بلعبش فرقه قليله بسيطه، انا بلعب فرقه برضو توقعت ان هيبقى الماتش كلوز جيم وكل ماتشاتكم، واني العب فاينل ده كوم تاني، دي قصه تانيه خالص. ممكن اللعيب يكون ماشي بشكل كويس يجي ماتش الفاينل يعني حساباته تختلف، توفيق يقل. فدي النقطة فنيا بقى، نخش فنيا في الجيم. اتفضل يا كابتن. بالنوع ما زي ما توقعنا كابتن علي هاشم بدأ مان تو مان، كان ماشي بشكل كويس. احنا 31-27 احنا معدل التهديف بتاعنا قليل، انما جاء فينا 27 بونت فده جود ديفنس برضه. بس خلي بالك يا كابتن برضه عشان نقول كلمة الحق، الجزيرة شاطرين فاضي. لا في يعني كابتن عليا قالت الكلام ده، احنا لا هم بيشوطوا فاضي الجزيرة بأمانة وبيفضوا ولكن بيجلوا، يعني ده برضه احنا حاسس ان الدفاع عندنا. طب ما هو ده ممكن يكون من الأسباب اللي خلى كابتن علي يلعب زون. ما هو خلي بالك انت لما بتلعب زون يعني تضرب الزون بالشوتينج صح، فهو ممكن يكون لاحظ ان في عدم توفيق للفرح قلب زون وارد. ومن ضمن الحاجات برضو من وجهه نظري ان خلاها يقلب زون ان انت عندك الاطوال مش مساعده. هو فعلا الاثنين الطوال في الجزيره المحترفه ورضوى سالم حجما اكبر من الاثنين الطوال بتوعنا، والكايلا محترفه وبقت مية حلوه في الملعب. مية حلوه قصيره بس بتلعب اربعه وخمسه، فلو هلعب مان تو مان بالاطوال دي هيتلم مني كتير. هو ده حصل فعلا، واتلم راح قلب زون. قلب زون امتى؟ اتوفقنا لما هم او فريق الجزيره يعني طبعا محترم جله. امتى بقى قلب زون؟ في الدقيقه 5 من الكوارتر الثاني، يعني لعب اول 15 دقيقه مان تو مان وكان الماتش ماشي ايكوال بس يا كابتن حصل فرق 20-27. كان ساعتها بيلعب مان تو مان. تمام. في نقطة بقى مهمة كنا اتكلمنا فيها، موضوع انه يضغط. احنا كنا قلنا ان هو محتاج يضغط ويستغل السايز بتاعنا، احنا اقل فيضغط. عمله بس متأخر شوية، ممكن يكون هو شايف حاجة مفيش مشكلة، بس احنا بنتكلم على توقعات. احنا من الاستوديو هنا رؤيتنا بنتكلم على توقعات ان هو بدأ يضغط، عمل زون بريس هجمة واحدة بس، ما خدش بيها الكورة ولكن عمل ديلي للهجمة، وده من ضمن نجاحات مش معنى ان اعمل بريس ان انا اقطع الكورة، لا صح. لما اعمل ديلي للهجمة ده جزء من نجاح للزون صحيح. ان انا بدل ما الفرقة تلعب ال 24 ثانية كاملين عليا، لا على ما يخرجوا الكورة ويروحوا يلعب 14-12، ده نجاح للبريس من ضمن النجاح. بس عملوا امتى؟ في الدقيقة 5 من الكوارتر الثاني، يعني ما بدأش شوية 15 دقيقة بيلعب مان تو مان عادي صريح جدا. متهيألي يا كابتن يعني افهم من كلامك ان احنا ما كناش موفقين في البداية، يعني مش موفقين فنيا في البداية، مش قصدي كده. لا ما اقدرش اقول كده، لا مش قصدي يعني رؤية لا يعني مش قصدي مش موفقين يعني وحش او كويس، لا انا قصدي ان احنا يعني التوفيق كان شوية نايم مايل ناحية الجزيرة. انت كمدرب زي الكورة ممكن يغير لعيب ينزل يجيب جون
مش معنى كده ان هو يعني وممكن بشكل تاني انا اكون يعني عامل حسابي على حاجات حصل حاجات تانية خالص في الملعب. بالظبط. هنا بقى هنا رد فعلي هنا رد فعلي كمدرب بالتغيرات اللي انا بشوفها بتحصل قدامي. وده اللي عمله كابتن علي ورجع بالزبط. تاني يعني يمكن كابتن علي كنا بنقول من 27-20 ل 31-27 11 نقطة حطيناهم يمكن في بعد التايم اوت. يعني شايفة ايه اللي فرق؟ لا هو طبعا احنا كابتن علي احنا قلنا ان هو هيضغط، هو ما مش لازم، هو لان ظروف الماتش ما سمحتش انه مش محتاج يضغط لان فرقه الجزيره مش متوفقين، فهو موضوع الزون ديفنس ده ماشي ما فيهوش اي مشكله ان هم بيشوطوا. فما بس لو الجزيره جت هي مشكله لغايه دلوقتي احنا هنتكلم لو احنا اللي قدامنا دفاعيا احنا ما عندناش فيه مشكله. احنا فعلا زي ما كابتن اسلام قال مشكلتنا هجوميا، ان احنا هجوميا ال 31 دي علينا قليله جدا. بس يا كابتن انا عندي في تغييره معلش من وجهه نظري، يعني انا بقول من وجهه نظري جنى مصطفى حقيقه عملت حركه الملعب، بقى في ريباوند في الدفاع والهجوم، سرعت الملعب جامد جدا، حطت باسكت في وقت مهم. يعني شايف تغيير الجنة دي كانت موفقه. هي جنة كانت باديه وبعدين خرجت ونزلت. هي دي التغييره الثانيه. التغييره الثانيه فرقت لان اللعب مفتوح شويه. هو برضو اللعب فتح شويه لانه اكتشفنا فرقه الاهلي اكتشف الديفنس اللي كابتن عماد بيعمله. صحيح. فده فتح شويه باصات مع نزول ميه حلو. بالظبط بالظبط مع نزول هناخد وقت عقبال ما نفهم القصه. بالظبط خدنا وقت على ما نفهم القصه. قلت نفس الكلام بالظبط كده. فجمعنا القصه فبقت وبقى ما عندنا يعتبر في اثنين بلاي ميكرز في الملعب، فحلوه بتاخد الكوره، ميه حلوه بتبقى شايفه الناس فبتمشي الكوره اسرع. اسيست هايل من ميه حلوه، كذا اسيست جميل تاكيدا لكلامك. انا شايف ان ميه حلوه ليها دور كبير جدا جدا في طريقه الدفاع اللي الجزيره بيلعبها، اللي هو الماتش ديفنس ده. انت يعني مش فاهم هو بيلعب مان ولا زون، بيعمل شيفتنج مع الكوره ولا بيثبت في مكانه. مفتاح اللعب بقى في الديفنس ده الباور فورورد اللي هو ميه حلوه، لما بيفتح بره ويلعب بلاي ميكر زي ما انت قلت معايا كده. طبعا بي 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 عندي حلول. في نقطه كمان عايز اقولها بالنسبه لحبيبه حاتم. حبيبه حاتم لعيبه شوترز، بس فقدت الثقه لما جلت 2 3 بوينت ورا بعض. جابت اول واحده وبعد كده جلت 2. حسيتها انا ليه بقى؟ جات لها الكره الرابعه او الخامسه اوبن خالص ما شوتهاش. انت خدت بالك عشان كنت انت شوط. طبعا ما ينفعش. انا عايز اديها نصيحه، ما ينفعش لعيب الشوتر يفقد الثقه حتى لو جلت الثقه في شوطه مهما كان. طب ريم موسى رايك اداها ايه في الجزيره؟ هاي ليفل شذا. انا شايف ان ريم موسى هاي ليفل و بتنقل الملعب بشكل كويس وبتحرك فرقه الجزيره وبتسرع وقت ما هي عايزه وبتوقف كوره. عامله ثنائي كويس قوي مع شازا. بلاي ميكر، بلاي ميكر محترم. مريحه بقى شازا في ايه؟ شازا بتلعب على الجنب براحتها. براحتها. مش شايله بقى. لا لا طبعا. بس ريم نقله الملعب بسرعه، يعني احنا قاعدين حتى ما شاء الله. انا شايف ان هي بلاي ميكر عامله ازعاج جامد عالي الجوده. عالي الجوده. فاهم كويس قوي بتعمل ايه. طيب كابتن خلينا احنا حللنا سريعا اللي حصل في الكوارتر الاول والثاني. توقعاتك ايه للثالث والرابع؟ ومفروض الفرقتين يلعبوا ازاي؟ طيب انا توقعاتي ان احنا الماتش هيمشي نفس الكلام لحد ما نشوف الى ما يثبت حاجه عكسه. يعني ما فيش حاجه، بس احنا عندنا شويه الاهلي ممكن كابتن علي هيبقى عنده فيجن اعلى شويه لانه خلاص اكتشف موضوع. بالظبط اكتشف موضوع الديفنس بتاع الجزيره. بالظبط لغايه دلوقتي احنا الجزيره لعب بسبع لعيبه، احنا لعبنا بثمان لعيبه الموضوع. فلسه احنا عندنا كمان ناس بره يمكن اكتر ممكن في خمس لاعبات لسه ما اشتركوش عندنا في النادي الجزيره. في اربعه خمسه تقريبا، احنا قلنا سبعه ثمانيه. هو الجزيره السبعه دول اخرهم واحد او اثنين كمان. انما احنا الموضوع ان شاء الله احسن. ان شاء الله احسن. ممكن يعني. الناس ممكن الناس تنزل. فالماتش هيمشي يعني مفروض ان احنا نفضل احنا زي ما احنا في الديفنس زي ما قلت لحضرتك. زون ولا مان؟ زون ديفنس لغايه اما نشوف ايه اللي هيحصل. هو تمام حلو كده قوي. خلي بالك الثري بوينت اللي الجزيره جابته احنا بنلعب مان من زون. صحيح. ما جابوش عشان كده بقول لك هم فضوا. بس هم يعني الجزيره ما كانتش متوفقه بس فضوا. بس دي عايزه يعني استنبط منها معلومه حلوه. استنبط دي حلوه. جميله ممتاز. ان مش معنى ان انا فرقه شويطه اني ما العبهاش زون. لا ممكن العب زون على فرقه شويطه. يا كابتن اسلام انت بتخاطر مخاطره جامده. لا ما يعني معلش انا كابتن عالية لو ثلاث كور دخلوا ولا جم مش معنى ان الفرقه شويته اني ما العبش زون. لا انا ممكن العب زون على الفرقه شويته بس اقرا كويس. اقرا كويس اتحرك. الزون عباره عن السبرنتات سريعه قصيره. كابتن اسلام انت كنت بتحب تريح في الدفاع فانت عايز الزون انت لعيب صغير كنت بتحب تريح. هي قصه كده. الزون على فكره اصعب من المان بكتير. ما انا عارف بس انت كنت بتعرف انت كنت بتلعب تحت كده تروح مضلم لنا ربع ملعب. ليه بقى الحق السايز وان انت باقل مجهود لو انت قاري كويس باقل مجهود بتبني. يعني انت يا كابتن ما زلت مصر ان كابتن علي هاشم يلعب زون. انا شايف انه هينجح لو كمل كده. طب الجزيره
يلعب بنفس الماتش اب اللي بيلعب بيه. الماتش اب ده محير جدا حتى احنا واحنا بنحلل وبنشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس صعوبته بقى في ايه؟ ان 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 لازم الخمسه يبقى فيكم من لو واحد هرب منك وده اللي حصل في كورتين ثلاثه اللي ميه حلوه قطعت فيهم كايلا وميه حلوه دي ريم موسى. ريم موسى برغم ان هي انا شايف ان هي هاي ليفل ودماغها عاليه قوي، ريم موسى في ال1 2 2 اللي هم بيلعبوه اول ماتش ده ما لفتش مع ناس وفضلت واقفه فوق بقى في 2 على 1 كذا مره ناحيه معينه وده اللي ادانا اوبن شوت لكذا واحده بس لسه برده لسه هتفتح ان شاء الله. طب عليا ثريا يمكن اتوفقت في 3 بونت شفنا برضو يعني برضو ما توفقتش في بعض الكور كان في حاسس شويه في تسرع من ثريا، هل ده حقيقي ولا هو ده طريقه لعبها؟ لا هي يعني ما احنا ما نقدرش نقول ان هي لو ما توفقتش ما هي لان احنا عارفين هي دي طريقه ثريا واحنا واخدين الموضوع معاها عارفين القصه. لا بسال على ظروف مباراه هل هي فعلا النهارده يعني وفقت طبعا في كور كتير بس حاسس في سن التسرع يعني هل دي عندي يعني الرؤيه بتاعتي دي غلط ولا هو ده طريقه لعبها؟ لا ممكن لان هي برضو إن عايزة هي تجيب. غير ان هي عايزه تجيب هي برضو حصل لها نفس اللي احنا بنقوله بالظبط ان هي مش فاهمه الديفنس ده اللي بيحصل في الديفنس ده فهو ده اللي خلاها ما تبقاش فاهمه يعني انتوا ضاغطين ولا مش ضاغطين اطلع الباصه ما اطلعش الباصه فهو ده اللي خلى الموضوع شويه. هي النقطه ان كابتن عماد نفس الكلام هو كمان بيفكر زي كابتن علي هاشم فكابتن عماد الديفوهات اللي حصلت اللي خلت السكور يطلع 27 كده اكيد كابتن عماد هيتكلم مع فرقه الجزيره في الحته دي فبرضه هيحصل تصليح شويه في في القصه دي. بس خلينا نقول يعني نتفق على حاجه انه برضه النادي الاهلي مش موفق هجوميا يعني مش بس الجزيره موفق الجزيره سوري مش موفق انما النادي الاهلي ايضا مش متوفق بالزبط. يعني مش ده يعني اسلام كان بيقول 31 نقطه منهم 18 نقطه كايلا جايباها برضه الفرقه كامله 7 لاعبين 6 منهم جايبين 13 نقطه ده نسبه تهديف قليله قوي. هو اصلا اوفرول 31 27 ده قليل قليل جدا قليل عشان كده لازم اجري تلعب اسرع قصدك لازم اجري لسببين حته عدم التوفيق اللي احنا بنتكلم فيها دي اوفنسيفلي والحاجه الثانيه ان انا السايز عندي اقل هم في عندهم 2 طوال اطوال تحت الحلقه بيج مان فلو انا جريت مش هيلحقوني بس يا كابتن اللي زائد هم اخف لا لا ما هو انت حاسس عشان من اللي بيحصل لا هم انا بقول لك اللي انا عايزه اللي انا عايزه الثلاثه يعني كابتن لو مي حلوه موجوده وكايله موجوده وجنه مصطفى موجوده احنا كده مش هنجري زي ما انت متخيل الثلاثه دول ما لعبوش مع بعض لحد دلوقتي ماشي هنقول مي حلوه وعندك كايله وعندك ثريا وعندك معانا فيها بره مين تاني قولوا لي بوين جارد كان معانا مين في الملعب في الوقت كان رانا في الاول رانا في الاول كده رضوى محمد رضوى يعني قصدي اقول لك ان احنا اقدر اجري يا كابتن هيثم اقدر اجري مش حاسس ان لازم اقدر اجري انا بقول لك انا اللي انا عايزه انا لازم اقدر اجري عندي ان انا اجري انما ما جريتش ده موضوع تاني زائد الحاجه الثالثه كمان ان انا كبنش اقدر اعمل الكلام ده انا عندي صح. يعني حتى لو جريت تعب طبعا اقدر اغير واقدر اخلي رتم اللعب على الاقل بدايه التالت اخد لي كده اول 3 4 دقايق لازم اجري فاست بريك لازم يعني انت لو في أنا يعني لو انت في المباراه هتقول يا جماعه لازم اجري دلوقتي فاست بريك ال 3 4 بونت دول يطلعوا مثلا 7 8 10 بونت وبعد كده كنترول بقى الجيم زي ما انا عايز. طب كابتن يعني انت خلينا اقول لو انت مكان كابتن عماد موسى والمباراه اللي انت شايفها دي تعمل ايه تتصرف ازاي انت عايز تكسب؟ مش هيلحق حد يقول مش هيلحق ما تقلقش ما حدش هيلحق يقول ايه بقى لازم العب انسايد لازم العب انسايد واستغل الاطوال اللي عندي طبعا انا متميز في ايه دلوقتي عن فرقه الاهلي كجزيره انا عندي اطوال عندي سايز ماشي وعندي ريم موسى بتعرف تكنترول الملعب بس مش هتكسب بالانسايد بس يا كابتن مش هكسب بالانسايد بس العب انسايد عشان الفاول ترابل اخلي الاهلي يبقى عنده خرج لان هو اصلا ما عندوش اطوال كتير والعب انسايد عشان الانسايد هو اللي هيرجع لي الكره للناس الشوترز بره صحيح. طيب هي لحظات خلاص هتبتدي المباراه هنروح لارض الملعب وطبعا معلقنا الكابتن احمد مناع فالى هناك. اهلا بحضراتكم من جديد. معلش احنا عندنا مشكله بس في البث وان شاء الله هيستأنف فورا ولكن نرجع للمباراه لاجواءها زي ما احنا قلنا ان المباراه كانت ماشيه بشكل عصبي في الاول شويه او كان في تنشنه ادت الى طبعا السكور بشكل 31 27 وبرحب طبعا بكابتن اسلام للمره الثانيه يا كابتن اهلا بيك. اهلا بيك كابتن هيثم. كابتن علي منورانا في الاستوديو ثاني يمكن هنتكلم سريعا احنا ممكن في اي لحظه نرجع للملعب ثاني ولكن هنتكلم عن توقعاتنا سريعا للشوط الثالث والرابع هل لو الموضوع مشي فضل كده ايكوال هل النتيجه هتفضل يعني قريبه ولا انت شايف النادي الاهلي ممكن يفرق؟ لا انا توقعاتي ان النادي الاهلي لو كابتن معلش انا اسف 42 33 النتيجه جايه لنا من هناك فرق كده 9 بونت للنادي الاهلي
35 42 35 وفات حوالي 5 دقائق من الشوط الثالث. تمام. فبتهيالي كده نوعا ما الاهلي بدا يفرق شويه. بالظبط هو ده اللي انا قلته، ان كابتن علي قدر يقرا نوع الديفنس وقدر يقرا لعيبه الجزيره، ان كان كابتن علي برده داخل الماتش ده الموضوع هيدن شويه بالنسبه له، ما شافش فرقه الجزيره السنه دي خالص، اخر مره شافهم قبل الكورونا، في تغييرات كابتن عماد والسيستم بتاعه، فكان داخل مش متفرج خالص عن عكس اكيد الجزيره جم اتفرجوا على ماتش الاهلي وهيليوبلس. يمكن اللي حضرتك قلتيه بيتم ان طبعا اكيد فهم نوع الدفاع بالظبط 42 35، فاذا واضح ان بدا النادي الاهلي بالظبط هيبدا يجري الناس، ويعني بيتهيألي ان شاء الله الماتش هيفتح يعني الاهلي ان شاء الله. تتوقع النادي الاهلي يكسب؟ كابتن اسلام رايك ايه بعد ما فات 5 دقائق تقريبا من الشوط الثالث والنتيجه 42 35؟ اللي دايما الكوارتر الثالث والرابع بيبين قد ايه الاثنين مدربين بيقروا الجيم في الاول والثاني بناء على اللي حصل في الاول والثاني، فبيبتدي ياخد قرارات ويشوف البدائل والسيناريوهات اللي بيبقى محضرها وبينفذ اي سيناريو منه. فواضح ان كابتن علي قرا الجيم كويس، وزي ما كابتن علي قالت نوع الديفنس الغريب اللي بيلعبه كابتن عماد بدا يشوف له حلول، وبدا الماتش يمشي في اتجاه النادي الاهلي، وان شاء الله يكمل بالشكل ده. يا رب بس يبقى يعني حالفنا كمان التوفيق في التصويبات الثلاثيه عشان الجيم يبقى اسهل. بس في السيدات عمر ما كان الفرق بيبقى مطمئن، يعني احنا شفنا 10 بونت في الجيم اللي قبل كده، وبعد كده الثاني المصري التامين المصري طبعا. بس انا بتكلم على الارتياحيه، ان انت تبقى يعني التوفيق مع قرايه الجيم لما السكور يطلع 10 12 بونت، غير لما يبقى ماشي ايكوال نوعا ما بتبقى اهدى، يعني بتعرف تاخد قرارات، بتعرف بيبقى اقرب للصواب، قرارك اقرب للصواب طول ما انت بتلعب في ارتياح. غير لما توقعاتك افهم من توقعاتك يا كابتن اسلام ان انت المباراه هتروح على النادي الاهلي بشكل كبير ان شاء الله. اللي هيساعدنا في الحته دي البنش، زي ما قلت لك في بدايه كلامنا، والسيناريو واضح ان كل كلامنا شبهه، ان البنش هيساعد كابتن علي في الموضوع، في الروتيشن نفس اطول، يقدر نفسه اطول وعنده بدائل والكلام ده، يقدر يكمل طبعا. طب يمكن احنا مش شايفين اللي بيحصل طبعا يا كابتن علي، بس احنا عندنا نتيجه، يا ريت برضو يا جماعه تتابعونا بالنتيجه، يعني نعرف كام دلوقتي، بحيث ان احنا 47 35، بتهيألي كده فاضل 3 دقايق على الشوط الثالث، يعني بتهيألي كده الامور. لا الماتش انا توقعي ان الماتش لسه في الملعب هيفتح كمان. يعني انت شايف انه وصل 12 بونت، يعني ممكن معرض انه يفتح لاكتر من كده؟ معرض الاكتر، يعني الاكتر 70 80% الماتش هيفتح كمان حبه كمان، لان الناس بخبرات. طيب. لعيبه الاهلي يعني. طب كابتن علي، يمكن الفريق الفني قدر يصلح العيب، يعني عيب البس الى الملعب، وكابتن احمد مناع معلقنا فائله هناك جزيرة. هقول لكم مين حال